قبل بداية أجمل حكاية أتوجه بتحية لكل مشاهدينا ومتابعينا في هذا المشوار في انتظار ركلة البداية وانتهاء المراسم الافتتاحية. تحية حارة لكم أعزائي المشاهدين، معلقكم الرياضي روف خليف للتعليق على مباراة اليوم. تشكيل لمباراة اليوم. ركلة البداية، هذه انطلاقة واعدة، يلعب كرة إلى اليسار، يمكنه التسجيل خارج المرمى، كان أمام المرمى مباشرة وبصراحة كان عليه أن يسجل. من سيستلم هذه التمريرة التولية؟ كرة تبعد من داخل منطقة الجزاء، كافاني يحاول أن يلعبها بينية، جانفي، كولين، كرة تولية إلى الأمام، لم يشكلوا أي خطورة على مرمى المنافس حتى الآن. يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة. كولين. الإحباط، كل الإحباط بين اللاعبين والجمهور على هذه الكرة التي تهدر بدون مرور. كرات سلبية بدون خطورة، حقيقة لا تعطي للفريق أي أفضلية. يلعب كرة بينية، يقوم بتصويب الكرة بقوة، لم تكن اللمسة النهائية جيدة. كرة خطيرة إلى الأمام، لم يحالفه الحظ في الكرة البينية، تلعب الكرة ناحية اليمين، يحاول فك دفاعات المنافس، كرة طولية في المساحة الخالية، الدفاع قادر على التصدي لكل خطورة. تغيير اللاعب على الرواق، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه، تفوق في المواجهة البدنية وحصل على الكرة. بوجبا يرسل كرة طولية إلى المساحة الفارغة.
صافرة نهاية الشوط الأول. ما زالت النتيجة 0-0، وليس لأحد الفريقين اليد العليا على الآخر. ستنطلق صافرة بداية الشوط الثاني. تركنا الشوط الأول بدون أهداف، لكن أتمنى أن لا تستمر النتيجة البيضاء حتى النهاية. كرة طولية من الحارس. ينطلق نحو الخط الأمامي. إمكانية التصوير، إنقاذ بيرا، كان هذا في غاية الروعة، وكأنه لا يحق له الاقتراب من هناك. يا له من إنقاذ متميز. تتواصل المباراة في الشوط الثاني ولا تزال النتيجة سلبية بلا أهداف، وما زلنا في انتظار أولى المعاينات. والكرة ملعوبة إلى الأمام. للأمام، كرة على الأطراف. مانشستر يونايتد، والتقدم بالشكر للمسة سيئة من لاعب الفريق المنافس. أرى تحركات عند مقعد البدلاء، أظن أنهم سيجرون تبديلا. يلعبوها للأمام. كافاني سيحاول استلام الكرة، قد تكون هناك مساحة خالية. ورمي التماس. عرضية أرضية من كافاني، لم يخاطر على الإطلاق. هذه كرة إلى الشباك. أبعدها وأنقذ الفريق من خطر محقق. يلعب عرضية إلى المركز، ربما فرصته الآن. كانت على المرمى، لعبها بشكل رائع، مجهود ممتاز. يلعبها طولية. اعتراض في وقت مثالي، كانت الخطورة تزداد بشكل كبير. كرة طولية إلى الأمام. اعتراض رائع، منع الندم وجنب الألم. تلاحم قوي، هذه هي لقطات الحماس والجمال، هذه هي كرة القدم في كل الدلال. اعتراض جميل وفي وقت مثالي. ويلعب العرضية، والمخالفة موجودة. قد يحصل على بطاقة هنا، لكن لا، لن يخرج الحكم البطاقة بهذه المرة. ربما لن يحرفه الحظ في المرة القادمة. بوجبا، كرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة. يلعب كرة بينية، والحارس يلعبها بعيدة عن مرماه. خطورة وشيكة، لكنه نجح في منعها. كرة طولية إلى الأمام، سدها الدفاع. فرصة خطيرة،
أضاع الكرة لكنها كانت قريبة جدا. بعد 90 دقيقة من اللعب، لذا ستكتمل المباراة بالوقت الإضافي. النتيجة 0-0 هي النتيجة الأسوأ في عالم كرة القدم، ورغم ذلك استمتعنا بالمباراة وكأنها عرفت الأهداف. أطلق الحكم صافرة النهاية للشوط الثاني والنتيجة هي التعادل. لم يتحدد الفائز من الفريقين بعد 90 دقيقة من اللعب، ولذلك فسننتقل إلى الوقت الإضافي.